السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن كيفية التحدث مع الكمبيوتر، ويعني هيدردش معاك وهينفذ أوامرك كمان من خلال برنامج بسيط لكن فكرته هايلة جدا وعجبني أنا شخصيا، فحبيت أشاركه معاكم عشان إن شاء الله تستفيدوا منه. أول حاجة طبعا هنضغط على الرابط اللي تحت الفيديو عشان نحمل البرنامج، وبعد كده هيحولنا للصفحة دي مباشرة، وبعد كده هنضغط على كلمة داونلود وهيتحمل معانا البرنامج. وبعد ما يتحمل هنروح على الملف اللي هو اتحمل، اللي هو ملف البرنامج اللي هو جارفيس. طبعا هنضغط على الملف مرتين ومش لازم نفك الضغط، وهنضغط على البرنامج الملف السيت اب اللي جواه. وبعد كده البرنامج احتياجاته حاجات بسيطة خالص، مش هيحتاج الا برنامج النت فروم ورك، وهو موجود في اغلب الاجهزة. فطبعا انت هيظهر لك نيكست 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 فينيش على طول، لكن انا عشان مثبته قبل كده فظهر لي الشاشة دي. انت تثبته عندك، الموضوع بسيط جدا ومفهوش اي مشاكل ان شاء الله. لو بيواجهك مشاكل طبعا التعليقات موجودة عندك تحت، علق وعرض عليها مشكلتك وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت. بعد كده يا جماعة هنفتح البرنامج من هنا او من قائمة ستارت، وبعد كده نروح على البرنامج من هنا او من اول بروجرامز، ونروح على جارفيس. نلاقيه عندنا. هنفتح البرنامج. دلوقتي يا جماعة انا دلوقتي فتحت البرنامج، بس هو ليه مقدمة طويلة شوية فانا تخطيتها عشان وقت الفيديو بس. احنا دلوقتي فتحنا البرنامج اهو، عشان نغير اللغة هنضغط هنا وبعد كده اوكي، وبعد كده نختار اللغة الانجليزية او اي لغة احنا عايزينها، بس للأسف البرنامج ما بيدعمش اللغة العربية، فاحنا هنختار الانجليش لان مش بعرف اتكلم الا انجليزي بس. وبعد كده نضغط set language وبعد كده اوكي، وبعد كده نضغط على علامة الزائد دي. وهنا بقى يا جماعة الامر اللي احنا هننطقه، وهنا الكلام اللي الكمبيوتر هيرد علينا بيه. يعني مثلا لو قلت دلوقتي ماي ميوزك، البرنامج هيقوم جاي قايلي اوكي وهيفتح الفولدر ده. عشان نعمل فولدر جديد مثلا، كأننا كتبنا ماي ميوزك، ونمسح ماي ميوزك خالص ونكتبها تاني ماي ميوزك اهو كأنها مش موجودة يعني. وبعد كده نضغط هنا ونكتب الامر اللي احنا عايزينه، مش لازم اوكي، ممكن تقول اي ويل دو، اي كلمة انت عايزها، بس طبعا لازم انجليزي. وبعد كده هنا بقى الفولدر اللي هيتفتح معاك طبعا. عشان تنزل سطر جديد تضغط انتر وتكتب اللوكيشن بتاع الفايل، او تضغط هنا وتختار الفايل من هنا. مثلا انا على سبيل المثال انا اختار جوجل كروم اهو، انا حددت الجوجل كروم اهو، هكتب هنا هنزل هنا واكتب اوكي، والامر اللي انا هقوله جوجل كروم. اهو بعد ما خلصنا نضغط سيف طبعا، ونقول وبعد كده هنروح بس الاول هنا، وده طبعا بقى دي صفحات الويب. مثلا لو عايز يفتح دلوقتي صفحة الجوجل هقول له جوجل، وهو هيقوم جاي قايل لي اوكي اي ويل دو، وهيفتح لي الموقع ده. يعني احنا مثلا لو عايزين موقع اليوتيوب هنكتب يوتيوب، ونكتب هنا اي كلمة مثلا زي اللي فوقها، وهنا نكتب www.youtube.com. دلوقتي احنا لو قلنا يوتيوب هيقول لنا الكمبيوتر هينطق ويقول اوكي اي ويل دو، هيقول وهيفتح لنا الرابط ده اللي هو www.youtube.com. وهنا بقى عشان تتحدث مع الكمبيوتر، مثلا انا لو قلت له هاو ار يو هيقول لي اي ام فاين ثانكس فور اسكينج، ولو قلت له ديد يو تيرن اون هيقول لي يس اي ام تيرن اون.
فاحنا ممكن نضيف حاجة تانية، ممكن نقول did you turn off. هو يرد عليا ويقول لي. طبعا هننزل سطر جديد من خلال الزر بتاع انتر ونكتب no I am turn on، وبعد كده نضغط سيف. وطبعا ده مالكش دعوة بيه، ده ما تعدلش فيه خالص. احنا نضغط سيف ونعمل ريستارت للبرنامج، نقفله ونفتحه من تاني. وبعد كده يا جماعة، انا هو البرنامج ليه مقدمة طويلة شوية طبعا زي ما قلت، بس انا هتخطاها عشان وقت الفيديو. وبعد كده هنجرب مع بعض الاوامر اللي احنا كتبناها. دلوقتي انا هجرب الاوامر اللي انا كتبتها معاكم دلوقتي اهو. هقول له مثلا على سبيل المثال، هقول له انا كنت كاتب ايه، مثلا او اقول له جوجل كروم. هو نفذ جوجل مش جوجل كروم. هقول له دلوقتي اوبن جوجل كروم اهو زي ما حضراتكم شايفين. او ممكن اقول له حاجة تانية، اوبن ماي ميوزك. اوبن ماي ميوزك هو مش مستوعب الامر اوي، فانا ممكن اقول له امر تاني. مثلا احنا كنا كاتبين هنا يوتيوب، هقول له يوتيوب 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 زي ما حضراتكم شايفين اهو، هيفتح موقع اليوتيوب اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين. مثلا انا اقول له الكلام اللي احنا كنا كاتبينه اللي هو ده، How are you? Did you turn on? Did you turn off? زي ما حضراتكم سامعين دلوقتي وشايفين. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، وان شاء الله تكون استفدتوا. لو استفدت معايا تضغط، يا ريت تضغط على اشتراك، واعجبني ومفضلة اشتراك لكي يصلك كل جديد في القناة، واعجبني عشان تدعمني ومفضلة كذلك. وان شاء الله تكون استفدت مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معكم مصطفى لطفي.